مرحبا من جديد. خلال الفيديوهات السابقة مرينا على الإف ستيتمنتس وتعمقنا نوعا ما في المفاهيم الخاصة فيها أو الطريقة اللي إحنا بنكتب فيها هيكلية إف ستيتمنت، إنه بيكون في عندي إذا كونديشن وبيكون في عندي أكشن. إذا الكونديشن بتحقق فالأكشن بينفذ، وإذا الكونديشن لا يحقق فالأكشن لا ينفذ. طبعا هو بيمشي من خلال نقول خطوات، فهو بمر أول شيء على الكونديشنز. إذا لا الكونديشنز ممكن تكون أكثر من كونديشن في نفس الوقت، بيروح بنفذ الأكشنز اللي أنا مرضية إياها. مبرمجين تانيين بيطلقوا على هذه الطريقة من برمجة الكونديشنز، يعني بيعطوا مواضيع الشرح بهذا الموضوع سماها كونديشنز، مو بس ما مثل ما سميناها إف ستيتمنتس. إحنا هون في الفيديو هاد رح ناخد مور إكسرسايز على الموضوع لحتى نثبت المعلومات ونكون فاميلر أكثر مع الإف ستيتمنتس، لأنها من الأساسيات المهمة اللي بتخدمنا خلال كتابتنا للكود البرمجي، لأنه البرمجة أساسا كلها ترتكز على جمل الإف، إنه إحنا كل الأكشنز اللي هيكون فيها البرنامج متعلقة بالإف. فنقول مثلا إنه في عندي إكس عم بتساوي 5، إف اللي هستخدمها بقول له إذا الخمسة هاي بتساوي أو الإكس هاي بتساوي الخمسة، اعمل لي أكشن اللي هو برنت. هنا بس تذكير لأنه كيف الطريقة اللي بيشتغل فيها الفونكشن. أكيد كلنا مرينا بالإف وكتبنا جمل أكبر من كده، بس هذا مشان إنه إحنا نحدث المواضيع ونكون عنا المفاهيم تتسلسل أحسن بشكل أفضل. فأنا هون بدي initial قيمة x 5، فأنا بقول له إذا ال x هو هذا ال condition، هون يتلخص ال condition. فإذا ال x هاي عندك بتساوي الخمسة، ال actions تبع لي x تساوي 5، ننفذها هنلاقي إنه تبع لي x تساوي 5. هلا ففي تركيز على نقطة ال indentations، هي من النقاط المهمة أو السبيس اللي بترتكز عليهم بايثون. فالمسافة هاي قادمة من الكولون اللي احنا عرفناهم هنا، فهاي الكولون اللي هي النقطتين الرئيسيتين بسبب بايثون، انه هون بدك تعمل في السطر الجاي تعمل سبيس او اي او انديتيشنز. هلا لو عملت مثلا هون قلت له برنت x، بلاحظ انه طبعا لي 5. فهي الطريقتين للطباعة اللي انا كتبت فيهم عبرت فيهم عنهم. هلا الاف بشكل كبير تتم استخدامها مع البوليان اوبريتورز، زي مثلا انه يكون في عندك ترو او فولس، هو اصلا اساس شغلها كله هون في ترو فولس. فهي لما تاخد كله ترو ببلش تطبق الاكشنز اللي انا بديها اياها. لو قلت مثلا انه بدي اكبر استخدامها مع البوليان، اقول مثلا في عندي يوزر نيم، واقول انه النيم هذا يوزر نيم بيساوي مثلا اقول مريم، تمام، وادي باسورد. بنلاحظ كلمة باس تغير لونها. اذا فكرت باس هي من الكلمات اللي بيتم استخدامها مع اللوبينج، مثلا انه هي ما بتعمل شيء بس انه بتمنع انه تظهر المشاكل، يعني بمرر الكود تمرير. فما فيني استخدمها كفاريبلز لانه اسمها تغير وانه هي بالاساس محجوزه في بايثون. فانا ممكن مشان اغير الشيء او خليني اسميها باسورد، لان انا معنيه هون اسمي باسورد. هلا في الباسورد بدي ادي خليها ضمن string 1 2 3 4 مثلا. هدول المتغيرين او الفاريبل تو فاريبلز اللي انا عرفتهم. في داخل جملة اف بدي اخليه يعمل ويلكم او يطبع ويلكم لليوزر هذا اذا اليوزر نيم والباسورد كانوا هما هما. ما بدي اقول له اف اليوزر نيم اللي انا عرفته من قبل، تمام، بيساوي اسم كان شو مرام. هلا مشان اربط متغيرين اثنين في بعض يكونوا الاثنين ترو من خلال اوبريتور اسمه اند، فانا بقول له اند، بلاحظ انه اند لونها تغير.
لونها تغير لأند مشانها هي محجوزة ومعروفة، فبايثون عرفت انه هون حيكون في عندها بوليان اوبريتور، تمام، او اوبريتور اللي هو اند. هلأ بالباسورد حيكون عندي في الباسورد كمان هقولها انها بتساوي السجن لمين، فهدي الرقم 1 2 3 4، تمام. اذا هدول التنين كانوا جايينك صح، اليوزر نيم كان كده والباسورد كان كده، بدي منك تطبع لي البراند وتقول له ويلكم، او قبل ويلكم نقول له سكسس لوجن لوجن كان سكسس. هقول له طبع لي ويلكم. بلاحظ انه طبع لي الويلكم ليه؟ انا عرفت انه اليوزر نيم اول شيء مرام، وبفعليا اديته انه اليوزر نيم مرام، واديته انه الباسورد 1 لـ4، واديته كمان الباسورد للأربعة، فطبع لي هذا الاكشنز نفذوا ليه؟ لانه الاند هون من شروط تنفيذ الاند، او الاند وهي بتتنفذ بتاخذ بالاعتبار انه انت اللي على جانبين هات الاثنين يكونوا ترو، فلازم الاثنين كلاهما يكون ترو، واحد لحاله ما بكفي. هلا لو جربنا هذه الجملة نفسها مع نقول خليها ننفذها مع اور، نجرب لو نفذناها مع اور، فبدي اقول له if خلينا نجربها مع سيل ثانية، قول هون if user name بتساوي، خلي الاسم مثلا تو يساوي، اقول له مرام، تمام. نفس الشيء or password يساوي واحدة، 1 2 3 4، اذا واحدة منهم صح طبع لي ويلكم. احنا نحط ويلكم في على في كوتيشن. هنلاحظ انه اور طبعت نفس الشيء. هلا الفرق بين اند واور، في اند هي بتطبع لما او بتنفذ لما التو كونديشنز يكونوا صحيحين، يعني الكونديشن الخاص باليوزر نيم سليم والكونديشن الخاص بالباسورد سليم. فبالنسبه لاند بتتنفذ لما يكون التو كونديشنز اللي هو الكونديشن الاول يوزر نيم صحيح، والكونديشن الثاني اللي هو الباسورد صحيح. اما اور فبيتم تنفيذها لما واحد من الكونديشن واحد من الكونديشنز يكون ترو. خلينا نكتب هون نقول انه هون انه الان بتكون ايه تو، نقول التو conditions is true. هنا في ال or إن بيكون one condition is true. خلينا نشوف واحد منهم يكون true، هل ال or بتنفذ ولا لا. نقول هون if ال user name بتساوي، نخلي مرام ونقول or الباسورد بتساوي، نقول 1 5 6، تمام. اذا واحدة منهم صح اعمل لي print welcome. هلاحظ انه already طبعها، ليه؟ لانه ال or بتستكفي في واحد من الكونديشن يكون true فبتطبقه. طبعا هو مش منطقي انه يكون واحدة من اليوزر نيم او الباسورد يكون صح عشان تدخل البرنامج، لكن هون كمثال فاحنا بنقول انه لو كانت واحدة منهم موجودة ترو فاطبع لي او نفذ لي هذا الاكشنز. فالفرق بين اند واور انه الاند بتنفذ لما يكون تو كونديشنز، والاور لما يكون واحد كونديشن على الاقل منفذ او واحد على الاقل ترو. هلا لو جربت انه بدي اضيف على ال if هون اضيف لها else او ال else، بدي في ال else يطبع لي print failed
لوجان، بس هون بدي أخليها and، بدي أشوف شو بدي يطبع. Password is not defined. لما ناخذ الباسورد الأولانية اللي عرفناها كده تمام. بلاحظ هون إنه اللي حصل أنا دخلت له two condition، اليوزر نيم والباسورد، قلت له إذا الاثنين صح مع بعضهم اطبع لي welcome، إذا حاجة تانية else اطبع لي login أو failed login. فإحنا مثل ما اتفقنا إنه الآن لازم تاخد الاثنين true، فمنهم هون واحد true اللي هو اليوزر نيم، واحد خطأ اللي هو الباسورد، بالتالي هو حيروح على else ويطبع لي failed login. هون استوعبنا كيف الآند والأور بتشتغل مع الإف.